هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام ينطلق الشوط السابع في المجموع لهذا الصباح المخصص للقعدان لقاي المحليات الاصايل. تابعنا الشوط الماضي ذهب من نصيب مناوره محمد بن مصبح من محمد الكتبي سجلها 8:13. اسير الى المقدمه كي يتابع المركز الاول في هذه اللحظات هداد عبيد بن عوض الرشاش الذي قدم هذا الاسم، بينما المركز الثاني مرفوق عبد الله بن ثاني بن رضحي بن هيل الكتبي قدم هذا الاسم. المركز الثالث هنا مدرك عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين الصير بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي على المركز الرابع. هكذا النتيجة للأربع المراكز الأولى الموجودة في الشوط مع هذا التحدي وهذا التنافس. نتابع اذا الصدارة في هذه اللحظات. هداد يقود المشاركين لعبيد بن عواض بن عبيد الرشاش الذي قدم هذا الاسم على المركز الاول، بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات القادم اللي هو مدرك عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الكتبي. المركز الثالث يتقدم مرفوق عبد الله بن ثاني بن رضحي الكتبي، وهناك على المركز الرابع الصغير محمد بن سعيد بن معضد النيادي مع شاهين.
هكذا نتيجتنا، هكذا النداء، هكذا التواصل لهذا الشوط وهذا الأداء. نشاهد ونتابع هذا التنافس في هذه اللحظات على المركز الأول. هداد عبيد بن عوض بن عبيد رشاش مسيطرا على المركز الأول في هذه اللحظات، وهذا الاندفاع. نتابع الآن الصدارة والمركز الأول. الكيلو المتر الأخير، بدينا ندخل الكيلو الحاسم في هذه اللحظات، وهذا الانطلاق. شوفوا 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 التنافس، شوفوا الأداء، شوفوا التواجد والحضور مع المركز الأول. مدرك عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي الذي قدم هذا الاسم في هذه اللحظات، وهذا الاندفاع الرائع. المركز الأول على البداية والصدارة في هذه اللحظات. المركز الثاني مدرك عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. الثالث ياتينا مرفوق عبد الله بن ثاني بن ضحي بن هيل الاكتبي. الثلاث المراكز الاولى، ال 500 متر الاخيره، تحدث الانطلاق والتواصل في هذا الاداء. نشاهد ونتابع هذه اللحظات، ولكن بن هيل، بن هيل بدا يشكل الخطوره، بن هيل بدا يشكل الخطوره في هذه اللحظات، يعلن تواجده على المركز الاول مع مرفوق. مرفوق يا مرفوق، يا سلام، انطلاق رائع مع مرفوق على المركز الأول في هذه اللحظات، ليؤكد الحضور ويؤكد الانطلاق مع البداية والصدارة. تهانينا والناموس إلى مالك مرفوق عبد الله بن ثاني بن حي بن هيل الاكتبي على فوز مرفوق بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني اللي هو مدرك عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. الثالث حداد عبيد بن عوض الرشاش. التوقيت 8 دقائق 5 ثواني.